ممكن شو حتى طاقة سلبية اليوم في سناب شات غريبة جدا كبيرة جدا. تخيلوا من البارح بالليل وانا كيوصلوا ميساجات غير ديال السب والقذف. علاش؟ حيت مشيت الجزائر. اول حاجة انا حرة نمشي لأي بلاد بغيت. ثاني حاجة انا ماشي سياسية، انا مواطن مغربي، ماشي شغلي انايا في المشاكل تاع السياسة. أنا كنشوف الشعوب كيحبوا بعضياتهم، إلا كان مشاكل بين الناس الكبار أنا شنو دخلني؟ واش أنايا غنحرم مادام عندي إمكانيات أنني ندير السياحة، نحرم راسي من زيارة دولة تعجبني؟ ميمكنش. لا، أنا حرة ومسافرة بفلوس، ماشي فلوس الدولة ولا بفلوسكم، ومشي فين ما بغيت، مشي الجزائر ومشي فين ما بغيت، واش تبقاو تسبوني وتعايروني؟ علاش؟ المهم ما تبقاوش تدخلوا لي في حياتي الشخصيه، ولا انا واحد الانسانه محايده وهز الرايه البيضاء، نزور الجزائر نزور فين ما بغيت نمشي نمشي. انا جيت لواحد البلاد اللي باغي نكتشف التقاليد ديالها، ناكل مطعمهم، نشوف طبيعه البلد، نشوف ناكل من داكشي اللي عندهم، نعيش الاجواء ديال البلاد. انا عجباني الجزائر، انا واحد الانسان عندي امكانيات ماديه، دخلت الانستغرام، دخلت اليوتيوب، درت وهران، درت الجزائر العاصمه، شفت هذاك الشيء اللي بغيت نشوف، عجبني المآتير، ديور الاقدام، المدينه القديمه، اللباس التقليدي نتاع الجزائر، اللباس نتاع القبائل، الماكله ديالهم، الشخشوخه، بزاف بزاف ديال الماكله نسيتها، ولكن بزاف انايا شفت في اليوتيوب. فانا جيت البلاد اللي حبيتها وكنبغيها ومن حقي نجي، انا مواطنه مسالمه، فما من حقكمش انكم تسبوني، وما نسمحش لكم انكم تسبوني، وما نسمحش لكم تصدروا لي على الفتنه ديالكم عندي انا في الميساجات ديالي. اللي عنده شي فتنه يمشي للتعليق ديال اليوتيوب اللي كتهضروا بيناتكم وتتهاوشوا بيناتكم، سيروا كتبوا لي الباد كومنت، هذوك التعاليق الخايبه اللي ربي ما يسمح لكمش عليها، ما تجيش عندي انا يا ما مساليش لهذا الشيء. انا بغيت غير نشوف واش دابا ماميدو ولا هذوك المغنيين ولا هذوك المشاهير اللي كيجيو يزوروا المغرب، واش كانوا دولهم الجزائريين يعايروهم علاش مشيتي للمغرب، انت خائن، انت انفصالي، انت ما تنظنش يزوروا المغرب يزوروا اي دوله. انا يا جيت نزور الجزائر، وفي نفس الوقت غنستغل الفرصه وغنتفرج في الوداد البيضاوي ضد شبيبات القبائل. فلهذا انا ما غنسوقش للتعاليق ديالكم السلبيه والسبانت ديالكم. انا جيت لواحد البلاد اللي كتعجبني وتنبغيها، واحد البلاد اللي ملي كنت انا صغير كنت كنبغيها، ما عمري كنت كنسمع بهذا الشيء ديالكم، بهذه الفتنه ديالكم، حتى كبرنا وشرفنا وهترنا عاد خرجتوا لينا من الجناب بشعاير منا وش عملنا. انا خاطيني هذا الشيء، خاطيني بوليتيك، انا ما عنديش مع السياسه، انا ما عندي مادام عندي رزقي نمشي فين ما بغيت. ميرسي عمري ربي يخليك، نمشي للجزائر نمشي فين ما بغيت بفلوسي كنمشي، ما الدوله كتخلص عليا ولا الشعب يعطيني ولا حتى شي واحد ما كيعطيني. انا فلوسي بغيت نجي نخسرهم في هذه البلاد ونفوج على راسي ونضحك مع راسي ونستمتع بهذا الشعب الزوين. فين ما كنخرج في الزنقه يبوسوني يعنقوني يتصوروا معايا يعرضوا عليا، كيقولوا لي نجيبوا لك اللوطي، نجيبوا لك الحلوه، نجيبوا لك المسمن، نجيبوا لك البغرير. الناس كيكبروا بيا، الناس الله عمرها دار، الناس تيحبوني، اش بغيتو؟ نوض انا نعايرهم؟ علاش نعايرهم؟ انا عمري ما عايرتهم، ما غاديش نعايرهم، اش بيني وبينهم؟ ما داريش نعايرهم. الله يهدي الجميع، الله يهدي الجميع، الله يهدي الجميع. انا جايه ندوز الفاكون، جايه نرتاح، ما جايش نقرا التعاليق ديالكم الخايبه. راكم مسلمين، راكم دم واحد، عرق واحد، عيقوا عيقوا. انتم تشوفكم تشوف انا راسي اللي نقش اللي انا زعمل، والله الا راجل عليكم. ثم خليتوا الدين اللي جامعكم، خليتوا الدم اللي جامعكم، خليتوا التقاليد اللي جامعاكم، خليتوا الولاد والوتاد اللي جامعينكم مع بعضياتكم تنوضوا القرباله بيناتكم وتجيو تدخلوا لنا في الوسط. انا انسانه مسالمه، انتهى الموضوع. وسمحت لي الفرصه غنزور الجزائر ونجي ونبدل الجو، ناكل ونشرب مع خوتي وخواتاتي في هذه البلاد. صافي، وسيروا عاوتاني بقاو تسبوا تسبوا تسبوا، من هنا حتى العام الجاي ما غاديش نجاوبكم. انا جيت البلاد اللي كتعجبني، ومنهم هاد البلاد ديال الجزائر كتعجبني وجيت نزورها، بلاد المليون ونص كما قلت لكم، بلاد المليون ونص مليون شاهد للشرف انني نجي نزورها، و
المهم نحوس فيها. المهم دابا ما مساليش، غنمشي لواحد المطعم خطير، داكشي ديالهم الماكلة ديالهم ويلي، تمشي تما نصور لكم. بيزو.